بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فمع الدرس 68 من سلسلة دروس شرح منار الإمام النسفي رضي الله عنه في أصول الحنفية رضي الله عنهم، وكنا قد تحدثنا عن قياس، وقلنا منه الاستحسان، لكن الاستحسان قياس خفي والقياس قياس جلي يعني واضح. هذا في الدرس الماضي وتحدثنا عن الاستحسان. قال: ثم المستحسن بالقياس الخفي، أو المستحسن، هذا الشيء الذي استحسنناه، ثم المستحسن بالقياس الخفي يصح تعديته بخلاف الأقسام الأخرى. ألا يرى أن الاختلاف في الثمن قبل قبض المبيع لا يوجب يمين البائع قياسا ويوجبه استحسانا؟ وهذا حكم تعدى إلى الوارثين والإجارة. والإجارة تعدى إلى الوارثين والإجارة. فأما بعد القبض فلم يوجب يمين البائع إلا بالأثر، فلم تصح تعديته. يعني مسألة تابعة لما سبق، لكن يعني نتحدث عنها قليلا. ما معنى استحسان؟ استحسان قلنا هو العدول، لا أتكلم من الاصطلاح ليس اللغة، اللغة هو يعني جعل الشيء حسنا. هو عندي مسألة واضحة تتبع أصلا واضحا، ثم تركت هذا الأصل الواضح وذهبت إلى أصل آخر جعلتها تابعة له. المثال الشهير ذكرناه سابقا لهذا قضية السؤر، سؤر الحيوانات. الآن عندنا قاعدة في المذهب أن سؤر الحيوان يعني بقيته كلب، نمر، أسد، حيوان شرب من ماء، فهذا طاهر أم نجس؟ القاعدة عندنا، القياس عندنا هنا أن اللعاب يتبع اللحم، لحمه طاهر إذن سؤره طاهر، لحمه لا يؤكل نجس إذن سؤره نجس. هذا القياس عندنا. القطة مستثناة للنص، النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، لعلة التطواف يعني يصعب الاحتراز عنها، فإذا طالعة فيصعب أن نحترز عنها، لذلك لا تأخذ هذا الحكم. طيب فهمنا الآن، كل حيوان لحمه لعابه يتبع لحمه، فاللعاب إذا كان اللحم إذا كان نجسا فاللعاب نجس، تمام؟ هذا واضح القياس في هذا. جاءتني مشكلة وهي ماذا؟ أني رأيت الطيور وهي سباع الطير، هذا سباع البهائم لا خلاف فيه عندنا. طيب سباع الطير، الغراب، الشاهين، الباشق، النسر، هذه الأشياء التي تطير بها في الهواء، هذه إذا شربت من الماء هل نطبق فيها هذه القاعدة أم لا نطبق فيها هذه القاعدة؟ إذا أردنا نطبق هذه القاعدة بكل قياس، لكن وجدنا في قضية مختلفة وهي ماذا؟ أن شرب هذه الحيوانات يختلف عن شرب البهائم، فهي لا تشرب بلسانها بل تشرب بمنقارها، والمنقار عظم، والعظم يعني طهر، العظم ليس مثل اللسان أو اللعاب. فهنا نظر الفقيه الحنفي وقال هذه المسألة لا أجعلها تأخذ حكم باقي المسائل، ولا أقيس سباع الطير على سباع البهائم. لماذا أيها الفقيه الحنفي؟ قال لي إني عندي هناك دليل يمنع القياس هنا فأجعلها تحت أصل آخر. لماذا؟ قال لأن هذه لا تشرب بلسانها وبفمها بل بالمنقار، والمنقار ليس فيه لعاب، ليس فيه مثل باقي السباع. فهنا معنى العدول يعني عدل، يعني ترك العدول بالمسألة عن حكم نظائرها، تمام؟ واضح هذا؟ واضح هذا؟ هنا عندي عند التقسيم الدقيق للاستحسان في مذهب الحنفية نجد أحياناً الاستحسان يكون بالاجتهاد كما في هذه الحالة، فهذه العلة استنبطها المجتهد،
وقد يكون بالنص. كيف النص؟ يكون حكم الشريعة ماشي في طريقة معينة، فيأتي الشرع الشريف يستثني بعض الصور، تمام؟ فهذا يشمل استحسان، إنه ما أعطى نفس الحكم. مثل ماذا؟ مثل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند إنسان، كل شيء ما عندك لا يحق لك أن تبيعه، هذا منهي عنه. طيب السلم، ما هو السلم؟ القمح لم يحصل بعد، زرع الآن موجود. أجاز الشرع الشريف للفلاح أن يبيعه قبل وقته لكن بشروط، وللمشتري أن يشتري منه، فسمينا سلم. طيب السلم هنا شيء يخالف القاعدة، القاعدة منهي عن بيع ما ليس عند الإنسان، لكن لحاجة الناس للضرورة رخص النبي عليه الصلاة والسلام في السلم. فالسلم هنا ماذا؟ هو خروج بالمسألة عن حكم نظائرها، مثل باقي الأشياء التي لا يحق لك أن تبيعها لأنها ليست موجودة، لكن الذي جعله هو الشرع، تمام؟ مثل قضية ثانية، القياس في كل الأعضاء أن يصل إليها الماء، تتوضأ فالماء يصيب جميع بدنك، ولا سيما في الوضوء الأعضاء المذكورة في سورة المائدة. طيب، وجد الشرع أجاز المسح على الخفين، الشرع هنا خالف القاعدة، وهو أنه لا بد من تعميم كل عضو بالغسل، فالشرع هنا مسح على الخفين. فهذه المسائل إذا كان الاستثناء من الشرع يسميه العلماء هذا وارد على خلاف سنن القياس، افهموا جيدا. إذا شيء جاء به الشرع يخالف به القواعد لا يحق لك أن تقيس عليه. فإذا جاءنا الشرع في موضوع السلم، فهل يجوز لي أن أبيع أشياء أخرى ليست عندي؟ لا يجوز لي إلا بشروط السلم ووقع السلم. إذا الشرع الشريف مسح على الخفين، هل يجوز لي أن أمسح القفاز؟ قفاز. هل يجوز لي أن أمسح العمامة؟ لا يجوز، كله عندنا لا يجوز. لماذا؟ يقول لأن هذه أحكام معدول بها عن سنن القياس. القياس ماشي بطريقة معينة من الشرع، فلا بد أن تتبع هذا الشرع في هذا الذي أتى به. وهذه المسألة التي جعلناها في قضية المصرات، ما هي المصرات؟ هي نعجة أو عنز أو بقرة يربط ثديها فيظهر أنه مليء بالحليب، ثلاث أيام ما حلبوها، فينزلها للسوق تباع بسعر مرتفع. لماذا؟ لأنها حلوب، يحلبها صاحبنا في اليوم الثاني لا يوجد حليب. لماذا؟ لأن الحليب ثلاث أيام ليس حليب يوم واحد، هذه يسمونها المصرات. جاء حديث يقول هذه الشاة مصرة، من اشترى شاة مصرة فهو بخير النظرين، يعني جاء أن تستطيع أن تردها وترد التمر بدل اللبن. هذا عندنا حديث في مشكلة، يخالف عدة آيات في القرآن الكريم، يخالف عدة قواعد. لذلك هذا الحديث الحنفية لم يأخذوا به، قال لأن راويه ليس فقيها من ناحية، ومن ناحية ثانية يخالف باقي الأدلة الشرعية القوية المتفق عليها، فهمتم؟ فهذا معنى المعدول به عن سنن القياس، يعني القاعدة العامة المتبعة في الشرع تسير باتجاه معين، فإذا ما جاء الشرع واستثنى فرعا من الفروع ليس لك أن تقيس عليه. وهذا يعبرون عنه يقولون ما ورد على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس، فهمتم؟ طيب نرجع نقرأ الكلام. قال ثم المستحسن بالقياس الخفي يصح تعديته بخلاف الأقسام الأخرى. إذا في عندي قياس خفي، القياس الخفي ما هو؟ استنباط علة من طريق المجتهد، لكن ليس مثل العلة الظاهرة، علة خفية. هنا علة يمكن أن يعلق عليها الحكم، فقال هذا يصح تعديته. لماذا؟ لأن علة مؤثرة موجودة في أماكن أخرى بدون مشاكل، فيحق لك أن تقيس عليها وفي كل مكان نستحسن. قال
أما الاستحسان الذي جاء من قبل الشرع مثل ماذا؟ مثل مسح الخفين، مثل بيع السلم، مثل أشياء مخالفة للقواعد، فهذه لا يحق لك أن تقيس عليها. لماذا لا يحق لك أن تقيس عليها؟ لأنها معدولة عن سنن القياس. إذن قال: ثم المستحسن والقياس الخفي يصح تعديته، لأنه قياس مثل القيسة، بخلاف الأقسام الأخرى. لماذا؟ لأنها واردة على خلاف القياس. قال: كالمستحسن بالإجماع والأثر والضرورة، لأنها شرح السابقة، لأنها معدولة عن سنن القياس فلا يقبل التعدية. ألا يرى، ألا سيعطي فرعا، ألا يرى أن الاختلاف في الثمن قبل قبض المبيع لا يوجب يمين البائع قياسا؟ الآن سلعة بيعت لكنه لم يقبض المبيع بعد، تمام؟ تبايعنا على سلعة من السلع، أي مادة من المواد، تبايعنا، بعتك واشتريت وحددنا الثمن، تمام؟ هنا لكن لم يقبض بعد، ثم حصل اختلاف بعد ذلك، هنا ليس عندنا اليمين، لا يجب اليمين بالقياس، لا يجب اليمين. قال: لماذا؟ لاتفاقهما أن المبيع ملك للمشتري، أنا أقول بعت هو يقول اشترى، فنحن متفقون على أنها ملك للمشتري، وأنه لا يدعي على البائع شيئا في الظاهر. والبائع ماذا يريد؟ يقول: لا، أنا نعم بعت لكن أطلب ثمن أكثر، يعني يطلب ثمن زيادة، والبائع يدعي زيادة الثمن والمشتري ينكره. البائع يقول: لا، أنا بعت بأغلى، المشتري يقول: لا، بأقل. هنا القياس أنه لا يحصل تحالف، ويوجبه استحسانا، في الاستحسان يوجب التحالف. قال: لماذا؟ يقال: لأن المشتري يدعي وجوب تسليم المبيع بأقل الثمنين، لماذا يحصل تحالف؟ قال: نعم في بيع وشراء، لكن هذا المشتري يقول: أنا ما اشتريت بهذا الثمن، بل اشتريت بثمن أقل، فما الحل في هذا؟ ما في عندي حل غير اليمين في هذا الأمر، تمام؟ هذا استحسان. لماذا؟ لأنه ينكر البيع بهذا السعر، بل يقول بسعر يعني المشتري يقول أنه اشترى بثمن أقل من هذا الأمر، فيجب عليهما يعني التحالف. وهذا يعني هذا حكم التحالف قبل القبض، حكم تعدى إلى الوارثين، مات البائع والمشتري، الصاعقة وموت الاثنين، البائع والمشتري، لكن أمر معروف أنه حصل هكذا نزاع بينهما في هذا الموضوع، فهذا ينتقل إلى الوارثين، ابن هذا وابن هذا يكملان كما حصل مع الأبوين. حكم تعدى إلى الوارثين حتى لو مات واختلف وارثاهما فيه قبله تحالفا لقيامهما مقامهما أيضا بالاستحسان. إذا الشيخ الآن يعطي مثالا على تعدي العلة التي جاءت بالاستحسان أنها انتقلت، وأيضا مثال آخر قال: والإجارة كذلك ليس في بيع الشراء، استأجرت شقة وأدعي الثمن وهو يدعي ثمن آخر لسه ما قبضت أيضا قبل القبض، فهل يجري فيه الحكم الأول وهو التحالف؟ قال: نعم، ولكنه على سبيل الاستحسان. وإلى الإجارة إذا اختلف في البدل قبل استيفاء المعقود عليه تحالف وتراد العقد. قال: وأما بعد القبض فلم يجب يمين البائع إلا بالأثار. الآن الصورة الثانية، حصل قبض وبعد القبض حصل تنازع، الأولى كان قبل القبض، الثانية بعد القبض، قبضت السلعة وبعدين حصل تنازع في الثمن. قال: فلم يجب يمين البائع إلا بالأثر، وهو إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا، لأن المشتري لا يدعي على البائع شيئا إذ المبيع مسلم إليه. في الصورة الثانية حصل قبض، وما دام حصل قبض إذا الصورة مختلفة، فهنا قال: لم يصح تعديته، لا يعد هذا نعم إلى الوارثين والإجارة. نعم، فهذه المسألة تابعة للمسائل السابقة. باختصار شديد نقول عندي في الاستحسان حالتان: الاستحسان
بالرأي والاجتهاد هذا يمكن تعديته. الاستحسان بالنص، يعني النص الشرعي الشريف جاء وحول حكم المسألة إلى حكم آخر لا نستطيع أن نعديه. لماذا؟ لأنه وارد على خلاف القياس، وما ورد على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.